العيان نايم اهو خلاص، وزي ما احنا شايفين، تعالوا قربوا يا جماعه كده، الفرتبري بتبقى بايته جوه كده خلاص. احنا العيان نايم بناخد صوره نعلم عليها، نرسم خط، ده البيديكولار لاين. وبعدين جديش جمجيدي نيدل، جمجيدي نيدل عباره عن ورقه كده اهو، عباره عن قطعتين ستيرلت جوه، اشوف ده بيحصل جوه العمليه. اللي حصل دلوقتي ده بيحصل، ان انت تلاقي الحاجه مش عارفه تخرج بسهوله، انه جايد واير بيحصل فيه كده، فلازم تبقى واخد بالك. ففي شوف البوز عامل ازاي عشان يكسر كورتيكال بون جوه، ودي الوركينج شانل اللي احنا هنشتغل فيها. فبندخل ده، طبعا هو دي الراس دي عشان ندق عليها خلاص، وبعدين ندخلها. انا خدت الخط اهو، اطلع سنتي لغايه 2 سنتي، وابتدي ادخل دايركتنج ماي سيلف على الخط ده، على البيديكل، على البيديكل سنتي خلاص. انا كده حطيتها، مش عارف انا فوق ولا تحت، بس انا كل حاجه جايدنج ماي سيلف بالاي بي، ان انا هوصل عند اللاترال بوينت بتاعه البيديكل في ترو ايمج. طبعا حفظنا ترو ايمج يعني ايه خلاص. ابتدي اقوم اعاكس الارم واخد لاترال فيو، الاقي نفسي محتاج اطلع فوق شويه، احتاج انزل تحت شويه لغايه ما ببقى بارل الاند بليد. بقيت بارل الاند بليد، بجيب اي حاجه معايا، شاكوش بتاع ثبت مكانه، اكونفيرم اللي انا عملته ده باي بي ولاترال، ان انا واقف لاترال بارل الاند بليد، واي بي واقف على البوينت اللي انا عايزها بالظبط خلاص. يبقى انا كده بقيت في الوضع المظبوط. ابتدي ادخل شويه كمان، خد صوره لغايه ما الاقي ريزيستنس، وابتدي الاقي نفسي وقفت عند الجنكشن بين البيديكل والبادي، تمام، اقوم قالب اي بي. لازم اكون ما عدتش نص، يعني نص البيديكل اهو ما عدتش النص اللي بره، انا كده 100 100. اقوم واخدها خبطتين اعديها، ادخل بيها سنتي، واروح ايه شايل ده، شايل ده، واجيب الجايد واير اهو، شوف عامل ازاي، يعني يعدي في السكينه بالجدول، اروح عامله كده وانا تحت الاشعه، دي 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 دي، واروح ايه طالع بقى. ايه اللي عندي جوه الفرتبرال بودي؟ طبعا انا خدت اشعه هنا اي بي ولاترال خلاص، بقى عندي ده جوه الفرتبرال بودي، تمام. اقوم جاي ابتدي اركب بقى الدايليترز واحد ورا الثاني، ادي الاولاني، ادي الثاني، ما بالظبط كده، واحد بقى ماسكني، يعني انا باجي ادخل يقوم هو ماسكه هنا، وانا ادخل كده، وبعدين يروح عامل كده ومسكولي من فوق، وكل شويه يروح منشفه. والدايليتر ما بتخش بسهوله من خلال المسلز؟ مش بسهوله خالص. هتيجي حاجه انا بقى هنا الاقي ده واقف لي كده مش عايز يدخل. ما تتخضش، ده السكين انسيجن اللي انت عامله صغير، بس هات السنيب كده وايه؟ وسع له سنه. وبعدين مش السكين بس، وسع كمان الفاشيه. خلاص؟ هتلاقيه راح ايه؟ راح داخل معاك. خلاص؟ ابتدي اعمل كده. انا بيت جوه. خلاص؟ هبتدي بقى عايز ايه؟ اسحب دول. لازم ده لو جيت اسحبه، بص لو جيت اسحب دول هيطلع معايا. ما بسحبش دي ودي، ده انا بسحبهم مره واحده مع بعض. فابتدي ابقى ماسك ده مكانه، مش هيهرب مني، مش هيهرب مني،
مش هيهرب مني. خلاص طلعنا بدا وفضل لنا دول، ده جوه البرتبرا وده واقف على بوز البيديكل من بره. تمام. ابتدي اجيب الترايل. مش مهم مش مهم. الترايل زي ما انتم شايفين كده يا دوبك فيه خرم رفيع يعدي ايه الجايد واير. فطبعا في خلال الخرم ده مش متنظف كويس، مش معمول كويس، ممكن جدا تيجي تدخل ده يقوم ايه وانت بتدخل كده يقوم هو زائق معاه الواير. انا كده دخلت لازم ابقى ماسكه، وخصوصا وانا بلف، لانه ساعات بقى تلاقي ده راح لف معاك وكل ما بتدخل هو بيدخل معاك. خلاص الف 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 اخد مكان المسمار لغايه اللينس اللي انا عايزه، كل ده قدامي على الاكس راي. اقوم وحد ماسك لي برده ده طالع 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 وحد ماسكهولي هنا او شوف طلع معايا ازاي. خلاص فلازم حد ماسكهولي. طب لو طلع زي كده ما انا هقول لك حصل كده حصل معايا. خلاص خلاص كده انا بقيت جاهز. اقوم جاي السكرو درايفر انا هقول له بقى ايه هات لي بنفس اللي احنا قلناه قبل كده المقاسات اللي احنا انا في ال 5 اديني ايه 5 7 او 4 ونص و 6 ونص كده ده اقل حاجه. ماشي انتوا شايفين اسلام عايز يعمل ايه يا جماعه؟ ما ينفعش ده يبقى بيرقص كده. اما بيركبه مظبوط تلاقي دي راحت واقفه ما اتحركتش بقت حته واحده. المفروض ده كمان ما يتحركش. لا طب بيتحركش نقدر نعمل استراكشر. لا المفروض ما يتحركش لما نحط المسمار. لما نحط لما نحط ده يعني ما علينا لما نحط ده المفروض ده بيركب في راسه وبيبقى عامل قطعه واحده كده ما بيرقصش بقى. خلاص نبتدي نركبه زيه زي زيه زي الترايل برضه هنحاسب قوي. خلاص الاول احنا قبل ما ندخل بنشيل ده خلاص انتهى الدور بتاعه وبيفضل لنا ده بس عشان تعرفوا ده مهم قد ايه. وبعدين نبتدي ندخل ده بيدخل هو كله جزء واحد ويبتدي يدخل بدون ريزيستنس وبدون باور. لف لفتين اول ما بقيت خلاص انا جوه ومخلص من البلوه السوداء ده مش عايزه انا بكرهه. خلاص بقيت انا ايه انا جوه البودي اهو ماشي ومعايا التاني. هات التاني هات لي اسامبلي تاني مش مهم يكون كامل يعني مش مهم يكون كامل هات. خلاص نركب واحد تاني اهو ماشي الاتنين دخلوا جوه دول بيتعشقوا مع بعض زي كده وبتيجي آلة دي بتقوم راكبة عليهم. ماشي هم مركبين الآلة دي عليهم بتاعت الأرك. انا طبعا كل ده بعد ما دخلت المسمار لغاية التلت الاخراني بقيت 75% من الفيرتبرال بودي. خلاص هنا بقى في زرار ده لما ندوس عليه ممكن يفك يروح سايب المغسل. فكنا كان الحكايه دي كانت بنركب ده الاول بنركبه كده وبعدين نمسكه كويس وبعدين نبتدي ندخل من سبر التاب يعني المفروض ده يبقى بالعكس كده سبر التاب هنا نعمل كده نلاقيه انه فاتحين فتحه سنيب صغيره برضو على بوز المشرط ويبتدي ده يدخل وانا جايدد بقى بايه
بالاكس راي انا ببقى جايدد لاترال فببقى شايفه داخل لاترال في الراس دي وفي الراس دي. لو انت اعتمدت على كده ممكن تقع في مشكله كبيره انك ان يكون واحد جوه والتاني جنبه بس بره. فلازم تاخد اي بي ولاترال وتتاكد ان هو دخل جوه التو هيدز. اخد اي بي ولاترال وانا شغال بدخله ولا بعد ما بعد ما بتدخله لو انت بتدخله دخل شغال لاترال تمام بعد ما اخلص اتاكد انه معاه قبل ما ترفع ده اتاكد انه اتاكد ان هو داخل بالاثنين في الاي بي كمان. طيب دي اول طريقه. ثاني طريقه ايه؟ بدخل الاله الرقيعه دي خلاص. انا كنت حاسس راس الرود بقى لما بيبقى راكب بتيجي تخبط ليه صوت وسنسيشن معين غير السكرو العادي. بيبقى راكب فوق الراس خلاص. ايوه ساعتها بروح بدخل سكرو هيد وايه وابتدي اقرط عليهم وبعد كده نفك دي منها ونطلع بيطلع من غير الرود خلاص. وبعدين نبتدي نفك دي تاني. احنا يعني احنا كده الاول الاولاني ده كان الترايل اللي بيدخلني على لغايه اول راس. وبعد كده بنحط الرود وندخل في نفس التراك وندخل بقى في الاثنين مع بعض وبعدين نسيبه جوه ونربطه. بعدين نخلع ده وبعدين نخلع دول ونبتدي نسحبهم واحد ورا الثاني خلاص. يبقى كده احنا خلصنا. تعالوا بقى اكمل لكم الكلام. طيب وبعدين نيجي هنا تاني. اللاين اللي هو البيديكولا الاول بحدده باراميديان. لا اللاين اللاين بحدده ميد لاين واطلع سنتي او لحد 2 سم. مش ميد لاين ميد بيديكولر. ميد بيديكولر اه ميد بيديكولر لاين انا برسمه وبعدين اطلع سنتي هنا او لغايه 2 سم تحت. نرسمه في الاي بي طبعا في الاي بي.